نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في نشرتنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يطالب بالتعجيل في إعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة، ويكلف رئيس الحكومة بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السابعة التي تنعقد اليوم بإيطاليا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي خاص على 431 سجيناً. وزارة النقل تطلق اليوم برنامجاً استثنائياً لفائدة المواطنين لتسهيل تنقلاتهم خلال عطلة العيد. وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي يتهم حركة حماس بتعطيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس برئيس الحكومة أحمد الحشاني على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة. وعلى صعيد آخر، كلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السابعة التي تنعقد اليوم بإيطاليا. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس بوزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي مع عديد الدول والتجمعات الإقليمية، مع الوضع في الاعتبار في المرتبة الأولى المصالح العليا لتونس والتمسك بالسيادة الوطنية. كما شدد رئيس الجمهورية على أن يضاعف القناصل التونسيون مجهوداتهم لإزداء أفضل الخدمات للتونسيين والتونسيات في الخارج، خاصة في هذه الفترة لتيسير عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 298 سجينا منهم. وبمناسبة عيد الأضحى، تنطلق وزارة النقل بداية من اليوم وإلى غاية 19 من الشهر الجاري في تنفيذ برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على تحسين عرض النقل وملائمته مع الطلب خلال هذه الفترة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للنقل البري طارق بوعزيزية. تولى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية تقريبا تأمين 4600 سفرة منتظمة و1400 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة تقريبا ب 30% مقارنة مع العرض الجملي العادي. فيما يخص شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن، عدد السفرات المنتظمة بلغ تقريبا 520 سفرة، وباش يتم برمجة 210 سفرة إضافية. بالنسبة للشركات الجهوية للنقل، عدد السفرات المنتظمة 4800 سفرة، وكذلك باش يتم برمجة 1190 سفرة إضافية. بطبيعة الحال هذه النقل اللي باش يتم تأمينه عبر شبكة الطرقات وعبر الحافلات. بالنسبة للاستعدادات على مستوى العرض النقل الحديدي، أعدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أيضا برنامج يعتمد على تدعيم تركيبة القاطرات ب 78 عربة إضافية، علاوة على العربات المستغلة عاديا. ومن ناحية أخرى، تم برمجة 45 سفرة إضافية و 84 سفرة منتظمة على الخطوط الحديدية. بالنسبة للنقل غير منتظم للأشخاص، وكما كل سنة يتم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية لقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجوارين المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. ودعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى ترشيد الاستهلاك في فترة عيد الأضحى وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه. المدير المركزي للاستغلال بالنيابة بشركة سوناد محمد الهادي الأحمدي يؤكد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتجنّد كل الفرق الفنية في كامل تراب الجمهورية لضمان التزود بالماء. ما نعرفه لصبحية العيد يقع استعمال كبير للمياه. الشركة دعت حرفائها لأخذ الاحتياطات
الاحتياطات اللازمه ينجم يعبوا شويه ماء قبل يوم العيد، وترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبه، وتاجيل بعض الاستعمالات السنويه لكن ثم حاجات نجم نعجلوها العشيه ونجم الغدوه لسهل العمليه باش الماء يوصل كافه حرفائها وكافه المواطنين. ومع العلم ان الشركه راهي خذت الاحتياطات نتاع منذ اسبوع، جندت تقريب الفرق الفنيه الكل اللي ناهز عددهم اكثر من 3000 عون، كافه اقاليم الشركه كانوا تراب الجمهوريه باش صبحيه العيد على الساعه الخامسه ولا السادسه صباحا تكون الخزانات مملوءه الكل. مره اخرى ندعو كافه المواطنين لترشيد استهلاك الماء لانه وضعيه الموارد المائيه صعبه، ما عاد زمانها مع فصل الصيف، لذا دعوه ملحه لانه الناس ترشد الاستهلاك نتاعها. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم غدا سبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار لغرض إنجاز العمليات المتعلقة بتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها. وحث البنك المركزي البنوك وديوان الوطني للبريد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية خلال هذه العطلة. بعد استكمال حجاج بيت الله الحرام يوم أمس مناسك طواف القدوم، يخرج اليوم الجمعة 8 من ذي الحجة حجاج بيت الله من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية وأداء الصلوات الخمس فيها، ثم الاستعداد للتوجه للوقوف بعرفة وهو أعظم أركان الحج، وذلك اقتداء بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واختارت تونس تقديم الركن على السنة حفاظا على صحة وفود حاججنا ليتم توجيههم إلى عرفات مباشرة إثر صلاة الجمعة للمبيت فيها استعدادا للوقوف غدا السبت في عرفة، وفق ما أكده للأخبار عضو البعثة التونسية الشيخ هشام الصدقاوي. نطمن اهالي الحجيج في تونسنا العزيزه انه ظروف كلها والحمد لله جمله طيبه. احنا تقريبا عدينا الجزء الايسر، لذلك استنى فينا الجزء الاصعب هو في 9 ايام برك. معناها قاعدين نذكر في جميع الحجيج بضروره التجمل بالصبر والثبات، حيث يتم تفويج ان شاء الله بحول الله جميع الحجيج بعد صلاه الجمعه الى عرفات. هو يوم الترويه صحيح، لكننا نحن اخترنا في تونس على اننا نقدم الركن على السنه خوفا من هزهم منا وبعد ليش ما يتسنى لهمش الالتحاق بعرفة يوم السبت. نحن قدمنا الركن على السنة لتأمين صحة الحج نتاع الحاج، قلناها إن شاء الله مأمنين كل شيء من الحجيج، أخذوا السكر نتاعهم نتاع الإعاشة نتاعهم نتاع الماكلة نتاعهم كل شيء يرتبوا، قلنا لهم باش يهزوا حوايج خفيفة ما يثقلوش أرواحهم. يوم التروية إن شاء الله نعديوها في عرفات، نباتوا الليلة في عرفات ثم نصبحوا للوقوف في يوم عرفة. هذا اليوم الأجل هو الموقف البهيد الذي يقف فيه الحجيج تقريبا منيبين مخبتين متبتلين الى الله يدعون ربهم رغبا ورهبا. في بقية أخبارنا الوطنية، قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس وإحداث لجنة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد الإجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 25 و2000. في إطار الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار الذي استقطب طبع على مدى يومين أكثر من 800 مشارك من بينهم مستثمرون من تونس و30 بلدا، صرحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغي بأنه سيتم قريبا إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا لتسهيل إجراءات الاستثمار. وتم إمضاء اتفاقية بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار تشمل خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر البنوك التونسية بقيمة 170 مليون أورو، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يمكن بلادنا من تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
في تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفي اليوم 52 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، استشهدت 3 فلسطينيات وطفل في غارة جوية استهدفت فجر اليوم منازل في مدينة غزة. كما شن طيران الاحتلال غارة قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا. ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 37,232 شهيدا وأكثر من 85,000 جريحا. وفي إطار تصديها لقوات العدو الصهيونية المتوغلة في القطاع، استهدفت كتائب القسام غرف القيادة والسيطرة للاحتلال في محور نتسريم، بينما قصفت سرايا القدس تجمعات لجيش الاحتلال في محيط كرم أبو سلم وموقع صوف العسكرية شرق رفح. وفي تصعيد متزامن مع عدوانه على القطاع، كثف الاحتلال حملة اقتحاماته في مدن وبلدة الضفة الغربية، حيث عمد فجر اليوم إلى اقتحام مخيم العروب شمال الخليل وبلدة نحالين غرب بيت لحم ومدينة قلقيلية. سياسيا، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريح للCNN أن الحركة تحتاج موقفا واضحا من الكيان الصهيوني بقبول وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من غزة. ولم يستبعد حمدان التوصل لاتفاق إذا تصرفت واشنطن بإيجابية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن زعم أمس في مؤتمر صحفي على هامش قمة السبع بإيطاليا أن حركة حماس تمثل عقبة أمام نجاح اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء رفضها توقيعه. هذا ولم تعلن تل أبيب بعد موافقتها صراحة على المقترح الذي عرضه بايدن، وتتمسك في تصريحاتها بمواصلة الحرب على غزة حتى تحقق أهدافها، ومن أبرزها القضاء على حركة حماس. على الجبهات اللبنانية، أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد مدنيتين وإصابة 20 آخرين في غارة جوية صهيونية على جنوب لبنان، أعقبت شن حزب الله هجمات متزامنة هي الأعنف على مواقع عسكرية صهيونية توعد الكيان المحتل بالرد عليها بقوة. ودوت صافرة الإنذار صباح اليوم في مناطق عدة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان. وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال عقب عملية الاغتيال التي استهدفت يوم الثلاثاء الماضي قياديا بارزا وثلاثة من مقاتلي الحزب في جنوب لبنان. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطالب بتعجيل في إعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة، ويكلف رئيس الحكومة بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تنعقد اليوم بإيطاليا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي خاص على 431 سجينا. وزارة النقل تطلق اليوم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين لتسهيل تنقلاتهم خلال عطلة العيد. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.